الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة جميعا، نحن ما زلنا معكم في أنت تسأل والإسلام يجيب. ونذكر أن الحلقة تنقل على الفيسبوك من أجل الكهرباء، وأن هناك خطا خارجيا لمن أراد أن يتصل بنا من الخارج. وكما هي العادة، أبتدئ الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. هل يجوز وضع وسادة على الأرض أمام المصلي ليمر الأشخاص؟ هلا هي هيك السنة، لكن بدها تكون مرتفعة عن الأرض بحدود الشبرين، يعني بحدود 20 سنتي تقريبا. هاي منسميها سترة، يعني حتى إذا حدا بده يمر أمام المصلي يكون الأمر بدون كراهة. هل يجوز بعد الوضوء وضع المناكير طول الوقت؟ يعني واحدة توضيت وصليت وتمنكرت وبقيت المناكير على إيدها لصار العصر، قامت المناكير وتوضيت، جائز، ما في إشكال. زوجي طلقني بلسانه، ثم بعد 6 أشهر أخرج وثيقة الطلاق الرسمية. متى تبدأ العدة؟ تبدأ من وقت الطلاق، من ساعة اللي طلقك تبتدئ العدة. أنا لما كنت حامل بالشهر 8 فطرت شهر رمضان كله، شو كفارة هالشي؟ هلأ الكفارة أنك تقضي فقط، يعني هلأ لما بتستطيعي، هلأ بعد ما حملتي وضعتي حملك بالسلامة وتحسنتي، فيكي بقى هلأ تصومي وتقضي هاي الأيام كلها. هل يجوز الوضوء بمياه البحر المالحة؟ جائز، المياه كلها، ما نبع من الأرض، ما نزل من السماء، كله بجوز الوضوء فيه، يعني ما في أي إشكال. أنا بقرأ القرآن من الهاتف وقرأت آية فيها سجدة، وأنا في مكان ما بقدر أسجد فيه، ممكن تقول لي شو الحل؟ هلا عند الحنفية صارت السجدة واجبة، بتنتظري حتى تصلي لمكان تستطيعي تسجدي فيه بتسجدي، لو تأخرتي قد ما تأخرتي يوم يومين ما في مشكلة، حتى بس إنه هاي واجبة بتسجديها. عند الشافعية فيك تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بيمشي الحال، على اعتبار أنه سجدة السجود هي سنة عندهم وليست بواجب. ما حكم الحلف على الطعام بعدم الأكل واضطررت إلى كسر اليمين والأكل؟ يعني حلف يمين بالله ولا حلف يمين طلاق؟ هلا إذا يمين بالله، حلف بالله تعالى أنه ما يأكل واضطر وأكل، بيكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين وبيرجع لما كان عليه، يعني بصير بيضل عم يأكل، ما في أي إشكال، وهذا هو كفارة اليمين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو ألو ألو، يبدو فقدنا الاتصال، ناخذ اتصال آخر. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا، تفضلي. ألو تفضلي، أهلا وسهلا. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيفك شيخنا؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. ألو، عم بسمعك، تفضلي. يا ريت تسمعينا من السماعة. في الوالدة، عم بسمع. الوالدة معها قطعتين ذهب. نعم. وهي مخليتهم هدلون القطعتين، عم تصرف منهم، أرملة هي، وعندها بنتين بالبيت وبيتها أجار، يعني بيجوز عليهم إنه تدفع زكاة كل سنة ولا شو؟ هلا هني أسوارتين كم جرام بيطلعوا؟ بيطلعوا فوق كم جرام؟ شي 100 جرام، 80 جرام، ما بعرف. ايه 100 جرام. هلا انه بجوز هي تدفع زكاتها لبناتها،
هيك السؤال مو هيك؟ البنات اللي قاعدين معها بالبيت ايه بجوز تعطيهم، الام بتعطي بناتها من الزكاة، الاب ما بيعطي عند الشافعية. بناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم، يا مرحبا شيخ. بدي اسألك سؤالين. ايه تفضلي. اول سؤال حابة استفسر منك، اثناء الاستحمام، الاستحمام بيلغي الوضوء ولا واجب الوضوء بعد الاستحمام؟ يعني اذا واحد عمل دوش عم يغتسل غسل مثلا طهارة من الجنابة، خلص الدورة شهرية، انه بتطلع متوضية، بتطلع متوضية، يعني بيدخل الوضوء بالغسل. تمام. السؤال الثاني، نعم. بالنسبة لإقامة الصلاة واجبة بس بالصلاة بالفرائض ولا بالنوافل كمان لازم انه الشخص يقيم الصلاة؟ هلا هي فقط للفرائض وهي سنة وليست بواجب، يعني لو واحد يصلي الظهر وما أقام الصلاة، ما ترك سنة فقط. طيب هي السنة بتصير مع النوافل؟ لا، فقط مع الفرائض. بناخذ اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ، شو أخبارك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا أستاذ. عندي سؤالين بعد إذنك. ايه تفضلي. هلا أول سؤال أستاذ بدي أسألك يا بالنسبة للوضوء، هلا أنا بشتغل ضمن شركة وبكون متوضية، يعني أثناء الشغل مع أثناء العمل مع الأساتذة وكذا، إلا ما تدقر إيدي بإيد الأستاذ أو مثلا عم نضبط البضاعة أو عم باخذ منه البضاعة أو هيك، يعني بكون أنا متوضية، هيك بكون راح وضوئي؟ يعني أنا عند الحنفي الوضوء. عند الحنفي لا ينقض الوضوء. في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني إنه أنا بجوز صلي وقت إذا كانوا الأساتذة موجودين، يعني هو المكان ضيق. طيب ايه بجوز صلي، بس بيفسحوا لك مجال لتصلي، ما في اشكال ابدا. هلا هنا بيفسحوا لي مجال، بس انا كثير عم بحس انه عم بنفرج، بس ما في مكان غير انه بهذا المكان اني صلي. خلاص توكلي على الله، الضرورات تبيح المحظورات، المهم انه يفسحوا لك مجال وتصلي، ولبسي مد يعني هيك لباس الصلاه حتى تكوني يعني مرتاحه بالموضوع. في سؤال غيره؟ ما سمعت شو قلتي. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، انا اختي خطبت من شي شهر كتاب شيخ، نعم، وهلا من شي يومين ثلاثة اجا الشيخ وطلق، يعني جوز تبرك بالعدة ولا لا؟ لا، هو في دخول ولا ما في دخول؟ لا لا لا، ما في، بس كتاب شيخ. بس هو اللي طلق، هو الخطيب اختك، زوج اختك هو اللي طلق؟ ايوه. ما في عدة، طالما ما في دخول ما في عدة. في سؤال غيره؟ يعطيك الف عافية شيخنا. الله يعافيك، اهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. عندي سؤالين بعد ما اسألك جاوبني بعد ما سكر تليفون تبسيط الشيخ. ايه على راسي، تفضلي. تسلم. انا بصلي وبقرأ قرآن، بس ما بعرف اقرأ واكتب، بحط ايدي على كلمة كلمة على القرآن. يعني انت ما بتقرأيها بس بتحط ايدك يعني عليها؟ ربي ولا لا؟ يعني انت ما بتقرأي بس بتحطي اصبعتك على الكلمة؟ ما بقرأ ولا اكتب يا شيخ. خلص، النظر للقرآن هو عبادة، ولو ما لا تحطي اصبعتك مو ضروري، فقط النظر للقرآن عبادة، يعني مجرد تنظري هذا عبادة، والله يتقبل منا ومنك يا رب. في شغلة تانية يا شيخ، في جماعة جوزها رامي عليها الطلاق كتير كتير من زمان، ثلاثة صار زمان عم يرمي عليها الطلاق، بجوز يضل معه ولا لا؟ إذا تعدوا ثلاث طلقات وكل واحدة بلفظ أنت طالق،
أكيد ما بترجع له. في سؤال غيره؟ سلامتك. أهلا وسهلا ومرحبا. بناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا اللي سألتك عن المسألة تبع إنه ابنه صار أخو، ابنه صار أخو مرته بالرضاء. إيه، إنه ابنه من غيرها ربع من ايه. أمها، مو هيك السؤال؟ إيه. هلا طبعا. هذا من المستثنيات عند الحنفية، إنه الزواج صحيح إن شاء الله. هذا من مستثنيات الرضاع عند الحنفية. أنا رجعت للمسألة، تسألتني يومها قلت لك براجعها، وأنا بالفعل بنفس اليوم راجعتها ولقيت أنه هي من المستثنيات عند الحنفية أنه الزواج صحيح إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بدي أسألك أنا كم سؤال. أول شيء بدي أسألك عن الرقية الشرعية. نعم. أنا فتت على الرقية الشرعية، يعني تخربطت، ما عاد عرفت كيف بدي، يعني بدي اقراها، لانه في ناس عم يقولوا لي انه لازم تفتحي الشبابيك، في ناس عم يقولوا لي لا 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 ما بدي كل هالشيء هذا كله. لا، انت فوتي على صفحتي بالفيسبوك، انا حاطط الرقيه الشرعيه، اقرايها ونفذيها ان شاء الله، ما في شيء، امر بسيط جدا. السؤال الثاني. تمام. بدي اسالك انا اجت فتره صرت اقرا فيها سوره الكهف يوم الجمعة. أنا هلأ عجزت عن قراءتها، لأنه أنا يعني هو بدك تقول شغلة نفسية، أنا صارت معي قصة وقت كنت قاريتها، فأنا هلأ صرت خاف إني أقراها، فشو بتنصحني إنه شو ساوي؟ لا، قريها، وهذا وسواس. هذا وسواس لا بيقدم لا بيأخر. دائما واحد بس يتوسوس من شغلة يعملها. يعني أنا كنت عم بقرأ بسورة الكهف، قام جاني خبر مو حلو مثلا، يعني فأنا صار معي حالة نفسية بخاف إذا قرأت سورة الكهف يجيني خبر مو حلو. لا، هذا هاجس نفسي ووسواس ما له أي قيمة. أنت قرأيها وكسيري الحاجز، بتلاقي ما في أي مشكلة، وبالعكس إلى أجر وثواب يوم الجمعة. واصبي عليها واعملي عكس الوسواس. شوفي عندك سؤال غيره كمان؟ بس سؤال تاني الله يجبر بخاطرك. نعم. أنا بدي شيء، بدي آية أو أي شيء. هو طبعا بعرف أنا القرآن الكريم الحمد لله كله بيوصل للأموات، بس أنا بدي وصل شيء إنه رب العالمين يكتر من حسنات بابا وماما. يعني شو الشيء اللي أكتر شيء أقدر أتوصل له إنه أقرأ لهم؟ يعني هلا العلماء كلهم يعني بينوهوا على سورة ياسين، يعني هاي أجر بينفع وثوابه بيصل للميت. طبعا القرآن كله، بس أنت عم تقولي أكتر شيء، أكتر شيء سورة ياسين. في سؤال غيره؟ سلام عليكم. أكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بدي أسألك، الوالدة عندها ذهب وبدها تدفع زكاة مالها، فيها هي تعطيها لبناتها، وحسرا بدها تكون مال ولا أغراض، وإذا فينا تعطي لبناتها اللي بالبيت كمان. يا ريت جاوبني بس بعد ما سكت. نعم. على رأسي. هلا عند الشافعية الأم لا يجب عليها الإنفاق على بناتها، لذلك هي بتعطي بناتها من الزكاة، تعطيهم من الزكاة، وممكن تعطيهن عين وممكن تعطيهن مال. الحنفية أجازوا العين بدل المال. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو، يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال بس شيخنا. ايه، تفضلي. هلا وحدة عم تصوم صوماتها تبع رمضان. طيب. وبالغلط يعني نسيت وأكلت، بعدين تذكرت إنها صايمة. هذا بدها ترجع تعيده للنهار؟ لا، صيامها صحيح، وهي جيتها ضيافة من رب العالمين، بتكمل صيامها وصيامها صحيح. في سؤال غيره؟ لا لا، يسلموا إيديك. الله يسلمكم. ناخذ اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك شيخنا، بس سؤال هيك بالنسبة لموضوع الطلاق. هلا أنا متزوج من شي 10 سنوات، طلقت زوجتي بسبب خلاف، جانا بعد فترة كمان صار في طلاق ثاني، من كم يوم صار في طلاق ثالث، بس أنا كنت يعني ناسي إنه في طلاقين قبل، يعني كل فكري إنه لسه معي طلاق ثاني. شو قلت لها آخر طلاق؟ نعم، شو اللفظ اللي قلته في الطلاق الأخير؟ كان اللفظ أنتي طالق، واللي قبله منه رقم 2، واللي قبله كمان كان نفس اللفظ، ورقم 1 كمان أنتي طالق، ورقم 1 كله نعم أنتي طالق. أي ما بترجع لك، والله أعلم. ما في مجال للرجعة. بعلم الله أنا فيما أعلم أنه ما بترجع لك، والله أعلم. ناخذ اتصال. الو اهلا وسهلا. الو، شلونك شيخنا؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. يا ريت تنوص تلفزيون تسمعنا من السماعه. شيخين احنا عندنا الرزق قليل. نعم. ايش نسوي؟ ايش نقرا؟ ايش نصلي؟ هلا اهم شيء تلزم الاستغفار، اهم شيء تلزم الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اذا الزام الاستغفار، وان شاء الله الله يكي بيوسع عليك وارضي والديك. شوف لي انت مع والديك منيح في رضا؟ اذا كان في رضا بتلزم الاستغفار، واذا كنت مقصر مع والديك بترضيهم وبتستغفر، وان شاء الله امورك بتمشي باذن الله. ناخذ اتصال. الو الو، مرحبا شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا. اذا سمحت بس اسالك سؤالين. تفضلي. هلا انا جوزي من 2019 سوى عملية قص معدة، وما صام برمضان، ما قدر لانه كان في ادوية، ولحد الان ما صامون. يطلع عليه مصاري ولا انه لازم يرجع يصومون؟ لا، بس يصومون طالما استطاع يصوم، فقط صيام بدون كفارة عند الحنفي. طيب هلا تمام. طيب بس سؤال ثاني. انه هلا في مبلغ مصاري لحنا مشغلينه، يعني بحدود 10 مليون لـ 9 مليون، وعم يجينا وارد منه، ولحنا يعني عم نعيش من وراء. نعم. بيطلع علينا زكاة انه ندفع؟ هلا عم يجيكم انتو وارد 10 مليون، وانتو شو عنكم مصاري؟ لا، ما يجينا 10 مليون، نحن مصارينا 10 مليون. 10 مليون ما بيطلع عليهم زكاة، يعني هن دون 85 جرام ذهب. انت بدك العيار 85 جرام ذهب على عيار 18، اضربيهم. إذا المبلغ دونهم ما بيطلع لي زكاة، أدهن وطالع بيطلع ليهم زكاة. في سؤال غيرهم؟ ناخد اتصال. ألو ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. زكاتك بدي أسألك سؤال. اتفضلي. الفاتحة التربة للحرمة حرام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فأي زيارة القبور من الأمور المباحة للرجال وللنساء، والأمر ليس فيه أي إشكال. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو ألو، يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. الله يخلينا يا. هلأ أنا في عندي سؤال. هلأ أختي برات البلد، نعم، ومعها ذهب ومعها مصاري. هلأ الذهب بيطلعوا شي تقريبا 60 جرام، نعم، ومع مصاري، هدول بنحسبوا سوا بيطلع عليهم زكاة ولا كيف؟ لا، بنحسبوا سوا.
يعني بينجمعوا مع بعضهم وبيطلع زكاة عن الكتلة كلها. طيب هي إذا بدها تبعتهم لهون هي يعني هي هون بدها توزع المصاري. نعم. إنه يعني كيف بدها يتحول المصاري مثلا لجرامات ذهب يتحولوا ولا كيف بيصير؟ لا لا المصاري هلأ هو لحنا منقول إنه هي معها كام 60 جرام ذهب مو هيك؟ قلتي؟ تمام. هدول بتضربيهم على جرام 18، قديش حق جرام ال 18 وقديش المصاري ومنجمعهم وصلوا للنصاب قيمة 2.5% تبعتهم سوري لهم. تبعتهم سوري لهم. ايه ناخذ اتصال. الو 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 مرحبا الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا. سعيد صباح الشيخ. صباحكم مبارك. اهلا وسهلا الشيخ. بس سؤال صغير، اذا كنت بحاله غضب ورميت الطلاق على المراه الحرام يجوز ولا لا يجوز؟ يعني طلقت زوجتك وانت غضبان؟ غضب هيك عصيب يعني. ايه والغضب يعني كنت مالك شايف قدامك ما عرفان شو عم تحكي ولا عرفان شو عم تحكي؟ شايف شيء قدام، كنت بحالة غضب وتعصيب وحيل شديدة. تمام تمام. الغضب قسمين، يعني في غضب الواحد ما تعرف شو حكى، وفي واحد غضبان بيعرف شو عم يحكي. أنو منهم انت اللي الغضب تبعك؟ ما بعرف شو عم احكي. اذا ما بتعرف شو حكيت ما بيقع طلاقك. ناخذ اتصال. الو 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 الو. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا. ممكن بالله احكي مع الشيخ؟ انا معك حبيبي. اهلا وسهلا. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم. اذا سمحت والله حماتي معها ذهب. نعم. بحق تعطي البنات والمتوفي. الله يرحمه. بحق لها تتوزعوا الذهبات البنات والشباب اما بس البنات. هي متى ما توفيت صار مالها تركة. صار مالها تركة. تركة بتوزع على الشباب والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. بناخذ اتصال. الو الو الو. اهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك. يا أهلا وسهلا. بالله بدي أسألك شيخنا، أنا من فترة انخطبت بس من وقت اللي صارت هالخطبة وأنا دائما مرض ويعني عم حس حالي مخنوقة، بس إذا خايف يكون في سحر أو عين إنه شو هي الآيات اللي ممكن إنه أقراها ويبطل هذا الشيء وإنه أتحسن إن شاء الله؟ هلا بتفوتي على صفحتي على الفيسبوك بتلاقي الرقية الشرعية، اقرأيها وساويها وبإذن الله يذهب ما بك من أذى أو ضر إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو 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 ألو. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا هلا شيخ. شيخي أنا جوزي ندر مدر ونسيانه. تمام. نسيانه وش صفات يعني ايش يساوي؟ ما بيعرف لحتى يتذكر. طالما نسيانه لحتى يتذكر، طالما ما تذكر ما في عليه شيء، بس يتذكر بيلزمه هذا النذر. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. الو الو الو. اهلا وسهلا. مرحبا دكتور. في عندي انا زوجتي مع الزهايمر، انا من حلب. نعم اهلا وسهلا. عرفت شلون؟ اسمعنا من السماعه. ما بتعرف الخمسه مقومتي، لا بتعرف ولادها، ما بتعرف شيء، صارت عم تساوي يعني كل شيء. بطلع عليها الفطره برمضان ولا لا؟ طبعا لا، لانه هي يعني الفطرة قصدك الصيام ولا فطرة الصيام؟ لا يجب عليها،
لا يجب عليها الصيام لأنه فقد شرط من شروط الصيام وهو العقل، بناء عليه لا يجب عليها كفارة الصيام. طالما فقد العقل ذهب الشرط، إذن هي لم تعد مكلفة فلا يجب عليها كفارة صيام. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك يا رب. الله يبارك فيكم، يا أهلا وسهلا. دكتور شوائي، الصوت عم يقطع، معلش تعيدي الصوت، تعيدي الكلام. فضيلة الشيخ، أنا اشتريت بيت عشوائي. نعم. قيمة 10 ملايين. تمام. فهل يطلع عليه زكاة؟ أنت ليش اشتريتي، للتجارة؟ لا، مشان أسكن فيه أنا وأختي كمان. إيه لا خلاص، ما في زكاة، طالما للسكن ما في زكاة. طب إذا لقينا أفضل منه في قابل نبيعه بيطلع عليه زكاة؟ المهم أنتوا ما اشتريتوا بنية التجارة، بنية السكن، فصح لكم أحسن بعتوا أخذتوا، ما بيطلع عليكم زكاة. المهم أنه أنتوا هذا مو نيتكم التجارة وقت اشتريتوا. في سؤال غيره؟ ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. طولنا عمرك دكتور. يا ميت هلا، أهلا وسهلا. يسلمك يا رب. سيدي الكريم، هلا الزوجة شو المطلوب منا؟ إنه إذا زوجة هلا بدك تكوني، بدك تقومي بخدمة أهلي، يعني بكل ما تحمل هذه الكلمة معنى بخدمتهم، يعني إنه هو بيحسن يجبرها على هذا العمل، وبتقله مثلا إذا قالت له أنت ما تساعدهم أنت بخدمة البيت، يعني مثلا اخواته امه الى اخره. السؤال الثاني سيدي، بتمنى يعني انه توجه كلمه لكتاب المسلسلات الدراميه البيئه الشاميه، انه عم يكثر كلمات الطلاق، يعني يا ريت تتغير هالعباره، يعني هي توجه لهم كلمه انه يعني يبدو فقدنا الاتصال. سؤالك الأول أنه هل يجب على الزوجة أنه تقوم بخدمة أهله؟ لا يجب، بس في قضية أخلاقية وفي قضية إلزامية. هلا عم نحكي نحن بالقضية الشرعية الإلزامية، لا يجب على الزوجة خدمة أهله، مثلا تخدم له أبوه وأمه، هو مفروض يخدم أخواته، يخدمه، يجيب له حدا يخدمه. لكن الناحية الأخلاقية غير الناحية الإلزامية، يعني هي الخدمة للأم، خدمة للأب، يعني بتعمل هيك وشائج من الحب وبتعمل روابط أسرية. يعني زوجة الابن بتصير مثل البنت لما بتشوف حماتها، كنتها، الحماية عم تشوف كنتها عم تخدمها، يعني هي بالنسبة لها صارت هي كبنتها. أما أنه والله يعني بتطلبها لتساعدها ما بترد عليها، هون بيصير فجوة اجتماعية. الفجوة الاجتماعية بتأثر على الولد، بصيروا بيقولوا تعال عنا ولا تجيب مرتك معك، هي يعني بده يصير خرابيط وقصص وكذا. لا، المحبة والمودة والقضايا الأخلاقية اللي احنا بتكون عنا أولية من أجل أن تستمر الحياة بشكل أجمل وأفضل. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا دكتور، عندي سؤالين. ايه تفضل دكتور. هلا بنات زوجة ابني، انا شك انا ابوه يعني بناته من غير ابني. بنات زوجة ابنك؟ ايوه. هي من يعني بناتها من غير ابنك؟ ايوه. تمام، من غير ابني. ايه شو السؤال بقى، انه بيحرموا عليك؟ شو بيكونوا لي انا ثابت عمه يعني؟ ايه يعني لا، ما بيحرموا. لا، في سؤال غيره؟ في سؤال تاني. تفضل. اذا انا بدي اعطي زكاة لشخص وبدي مثلا اجمع لي مثلا سنة تنتين ثلاثة اربعة مشان مثلا يستفاد من المبلغ، بقدر؟ عد لي السؤال هذا التاني بالله. يعني انا بدي ادفع زكاة. نعم. بدي اعطيهم لشخص،
بدي اجمع ليهم سنه وتنتين مثلا او اربعه ليستفاد في مبلغ محترم سيستفاد منهم، يعني مثلا اشتري بيت اشتري له شغله. تمام. ايه فبيطلع لهم زكاه السؤال. يا ريت توضح لي. لا مو بيطلع لهم سؤال. معلش. انا بدي اجمع له اياه هون، هن هدول الزكاه كل سنه املوا للشخص هذا. تمام، زكاه مالك انت اعطيتها لشخص بدال ما قلت له ما بدي اعطيه اياهم. لا ما بدي اعطيه اياهم. لا تمام. هلا انت شو بدك تقول له حتى يصح الامر اللي عم تحكيه؟ بدك تتصل فيه بتقول له انا في زكاه مال بتوكلني اني انا صمد لك يا هون، اذا وكلك بهالشيء بيجوز، ما وكلك ما بيجوز. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الاخير اترككم بعون الله ورعايته مع اجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.